أدري ما قنص العصر أحد، حاضر يا مازن. غسلت هذا الخضار وطماطم معاها دقيقة وغسلت الملح أنا عشان اللحمة تعبانة شرحت الضوء، وبعد كده أنا هاخد الخضار وأعمل له شوربة حلة صغيرة. الله الله حاضر يا ماحد. وما خرعت الكرم عسل عسل. حاضر يا مازن. الله ما شاء الله ستنا شاء الله لا اله الا الله. حاضر حاضر قانص العصر متفضيه دائما. حضر يا مام.